المزيد من التفاصيل حول هذه المتغيرات ينضم إلينا من دبي محلل أسواق مالية في إكويتي جروب رائد الخضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك أستاذ رائد. يعني في البداية عندما نتحدث عن المنحنى الهبوطي بالنسبة للدولار، كيف استفاد منه أو استفادت منه العملات الأجنبية لا سيما اليورو بالدرجة الأولى مع المعطيات أيضا الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر؟ يعني مسلسل تراجعات الدولار الأمريكي كان واضحا منذ أن صدرت مجموعة من البيانات التي تظهر هناك ضعف نوعا ما وتراجع في النمو، ومن ثم تبع ذلك تراجع واضح في مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.7% لنصل إلى نقطة مهمة جدا وهي الوقت الحالي. نحن نشهد مؤشر الدولار الأمريكي عند مستويات تقريبا 106، وهذا مرده بشكل واضح إلى أنه النوايا الفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية أصبحت أقل نسبيا، ومن المستقبل يعني مستقبلا ممكن أن نتوقع رفعات أقل حجما في أسعار الفائدة بدلا من 75 نقطة أساس 50 نقطة أساس، وهذا أصبح متوقعا بشكل واسع النطاق. وهذه هي النقطة الأبرز التي يجب أن نسلط الضوء عليها، وهي أنه الفيدرال الأمريكي يحتاج إلى تخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية حتى لا يعني يضايق أو يخنق الاقتصاد من ناحية النمو في الناتج المحلي الإجمالي. هناك تراجعات واضحة في الاقتصادات العظمى بما يتعلق بتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، آخرها جاء من الصين بتخفيض التوقعات للنمو في العام القادم من 4.5% إلى 4%، وفي الوقت في العام الحالي عند 3%. أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية وضعها حاليا أسوأ من ناحية الناتج المحلي الإجمالي والنمو فيه إجمالا، لكن على الرغم من بعض البيانات كانت يعني بالنسبة للتوقعات هي أكثر إيجابية. يعني إذا ما تحدثنا عن البي ام اي وسي ام اي أيضا كانت هناك بعض الإيجابية والتفاؤل بالنسبة للمؤشرات، وكان يعني أثرها إيجابي. يعني كيف ترى تحركات الدولار بالنسبة لهذه المؤشرات؟ وإذا ما أخذنا أيضا الجنيه الإسترليني، بيانات التضخم لا تزال تشكل يعني ضغط كبير على الاقتصادات والعملات الأخرى. بالنسبة للجنيه الإسترليني وأيضا بيانات التضخم التي اليوم تسجل مستويات تاريخية تعتبر لم تسجلها بهذه المستويات. أعتقد أن كل من العملات الأوروبية اليورو والجنيه الاسترليني استفاد بشكل كبير جدا من تراجعات الدولار الأمريكي. نحن شفنا الجنيه الاسترليني يناور عند مستويات 1.20، تراجع بعض الشيء خلال تعاملات الفترة الصباحية اليوم، ولكنه حقق ارتقاء قوية جدا بإضافة ما يقارب 1000 نقطة أمام الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة. طبعا مرد ذلك مثل ما تفضلتي أولا أنه في عندي مجموعة من العوامل أو البيانات الاقتصادية التي ضغطت على أداء الدولار الأمريكي، ومن جهة أخرى الجنيه الاسترليني حقق بعض الاستقرار النسبي داخل الاقتصاد البريطاني. نحن عندنا حكومة جديدة تستعد للإعلان عن البادجت أو عن الميزانية خلال تعاملات هذا الأسبوع. كذلك الأمر كان في عندنا جملة من البيانات التي صدرت التي تجعلنا يعني ننظر إلى الجنيه الاسترليني إلى أنه الأيام السيئة أصبحت خلفنا، ومزيد من الارتفاعات واردة جدا على هذا الزوج، واستهدافاتنا القادمة هي عند 1.24. يعني هل برأيك تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بشأن الضرائب المحتملة كان إيجابيا على الاقتصاد أو أكثر داعما لخطة استراتيجية واضحة، فبالتالي أدى يعني إلى التأثير بشكل إيجابي على الجنيه الاسترليني بشكل عام أو على الاقتصاد البريطاني؟ أنا أعتقد ريشي سوناك عندما تسلم زمام الأمور في المملكة المتحدة كان واضحا فيما يتعلق بانقلاب كلي بالسياسة المالية، مما كانت تطلع لتحقيقه ليز تراس إلى ما يقوم به حاليا هانت، وهو وزير الخزانة البريطاني الذي يستعد للإعلان عن خطة الإنفاق الحكومي وعن يعني الضرائب كذلك الأمر. أعتقد عملية تخفيض الإنفاق، رفع مستويات الضرائب، هذا الذي يخدم حاليا الاقتصاد البريطاني، وهذا فعليا ما تم ترجمته بارتفاعات بالجنيه الاسترليني. بالتالي الخطة انقلبت من أنه يكون في عندي تقليصات في الضرائب إلى بالعكس في عندي رفع في الضرائب على بعض الشرائح. شكرا لك رائد الخضر من إكويتي جروب محلل أسواق مالية، شكرا جزيلا لك، صباح الخير مرة جديدة.